أحبائي أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرب الحياة. نتكلم النهاردة على موضوع بيقابلنا كلنا في فترات من حياتنا، إزاي ناخد القرار الصح وإزاي نتخلص من التردد. حتة مهمة جدا جدا، وإحنا بناخد قرارات طول اليوم، يعني في كل نواحي الحياة بناخد قرارات. التردد بيعمل إيه في الإنسان؟ وناخد بالنا من الحتة دي، مهمة خالص. في علوم التنمية البشرية نقول الإنسان لما يعيش في تردد، يعني اخد اعمل الموضوع ده ولا ما اعملوش، اعمل الموضوع ولا ما اعملوش، زي بالظبط ما اكون سايق العربيه ودايس على البنزين وداس على الفرامل. فانا دايس على البنزين وداس على الفرامل، فالعربيه ما بتتحركش، عمال بفقد بنزين طاقه على الفاضي، والعربيه ما بتتحركش، انا دايس على الاثنين مع بعض. تردد شيء ممكن يكون ايجابي، ان الواحد يتردد في موضوع لمدة معينة لان الموضوع ده مهم بالنسبة له، يعني مثلا قرار خاص بالسفر، قرار خاص بافتتاح مشروع جديد، قرار خاص بهغير الكارير بتاعي وهدرس حاجة مختلفة. كل القرارات اللي هي زي كده محتاجة وقت للتفكير، نديها وقتها. وفي قرارات مش محتاجة الوقت ده كله، فاحنا ندي الوقت المناسب حسب أهمية القرار. يبقى انا لو النهارده هروح اشتري حاجه من السوبر ماركت، مش محتاج بقى اقعد ساعه افكر يا ترى هجيب الاكله دي ولا الاكله دي، لا مش محتاج الوقت ده كله. لكن لو هدرس حاجه معينه، محتاج يوم يومين ثلاثه افكر هدرس الموضوع ده ولا مش هدرسه، واعمل سيرش عليه كتير. فده مهم جدا ان انا ادي لكل حاجه الوقت بتاعها. القرار الصح باخده دايما باستمرار وانا مطمن باني انا ادرس الامور كويس. أصلي الأول طبعا، نمرة واحد. نمرة اتنين أدرس الأمور كويس. نمرة تلاتة أشوف حد خد القرار ده قبلي استفاد منه إزاي. حتة الموديلنج دي حتة مهمة. يبقى تلات خطوات عشان أخد قرار صح. أنا بصلي كويس وبدرس الأمور بطريقة كويسة، وأشوف حد خد القرار قبلي إيه اللي استفاد، إيه المزايا وإيه العيوب من هذا القرار. التردد استراتيجية، فأنا ممكن أغيرها بالجرأة في اتخاذ القرار وبخافش. انا لو خدت قرار من القرارات في نتيجتين، يا حاجه ايجابيه او حاجه غير ايجابيه. الحاجه الايجابيه بتديني ثقه في نفسي ان استمر باستمرار في الموضوع ده. الحاجه الغير ايجابيه علمتني درس، فانا بشكر ربنا انا اتعلمت درس، يعني في كل الحالات انا مستفيد. بس انزل الماتش، لكن ما اقعدش طول الوقت بره المباراه وقاعد في دكه الاحتياطي. انا عايز انزل الماتش. اذا قدرت اكسب بالقرار بتاعي حاجه ايجابيه، اذا ما كسبتش بس خدت خبره عشان هتفيدني بعد كده في المباريات اللي بعد كده. فخد القرار وخلي استراتيجيه جديده عندك، استراتيجيه الجرأه، بس الجرأه بدون تهور. طالما انت بتصلي ما تخافش. كان انبا موسى يقول ايه، اصحوا الشباب لو كنت بصلي ما كانش ده حصل لي. كلمه حلوه جدا جدا، واحد يفكر فيها بينه بنفسه باستمرار. طالما بتصلي ما تخافش، مش هيحصل لك اي حاجه خالص. ينصح الشباب دايما يقول لهم قولوا يا جماعه، قولوا لنفسكم كده، طالما بتصلي اطمن، لو كنت بصلي ما كانش ده حصل لي. صلي، فكر، شوف حد موديلنج خد القرار قبلك عمل ايه وايه مزايا وايه العيوب. خد القرار وخلي الاستراتيجيه بدل ما كانت استراتيجيه التردد، استراتيجيه الجرأه في اتخاذ القرارات. وربنا يوفقك يا رب في كل خطوه بتخطوها. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.